مرحبا، تفضل. أكيد سمعتنا بنحكي عن المهرجانات، وبعدين قلنا إنه إحنا لازم حدا يساعدنا لحتى نقدر نستثمر في قطاع العقارات، خصوصاً بقدوم وحلول إكسبو 2020 اللي رح يتيح فرصة كتير كبيرة للمستثمرين في مجال العقارات إنهم يقدروا يبلشوا خطتهم الاستثمارية. لا، أولاً مجال العقارات بعيد عن المهرجانات، بس إحنا ما عارف كيف وصلنا. ما في مشكلة. هلأ الاستثمار بالعقار، إذا بنحكي عن الاستثمار بالعقار خصوصاً في دولة الإمارات، هو استثمار يعني على فترات زمنية طويلة بغض النظر عن إكسبو. من قبل هو ناجح، صحيح. إكسبو أضاف نقاط زي ما بيحكوا عليه، أعطى تنوعية أكثر. يعني إحنا مثلا فنفترض إذا بنرجع لورا شوي، لو بتطلعوا على الاستثمار بالإمارات كان أغلبه من دولة الإمارات نفسها، الدول اللي حواليها أو الدول اللي يعني بتشاركها جغرافيا، يعني ما حنبعد أكثر من هيك. بس دخول زي إكسبو 2020 على الإمارات، تمام، بيفتح مجالات لدول أبعد من هيك، دول أوروبا، أمريكا اللاتينية، أمريكا الشمالية، الجنوبية، كلهم هدول بيجوا، تمام، وبيقدروا يشوفوا المنتج الموجود، خلينا نعتبر في الإمارات كإمارات. طيب هل في معايير معينة أو المعايير الأشهر يمكن الالتزام فيها في حال أنا اخترت مكان معين للاستثمار؟ هلأ معايير كمعايير، في معايير عامة وفي معايير محلية ممكن نحكي. هلأ المعايير العامة، تمام، هي انه مثلا الوضع الامني في البلد، هذا كثير مهم. نعم. طبعا لاي استثمار عامه بغض النظر عن عقارات او غيره، الشروط والضوابط اللي البلد موفرتها للاستثمار، وهل هي بتشجع او ما بتشجع، تمام. وعندك بضل طبعا الاستشاره او الاختيار، هذا هو الجزء الثالث. هلا لو نيجي نحكي محليا عن الامارات نفسها، نعم. تمام، اول بندين موجودين، بضل البند الثالث هو هذا اللي يعني حيفرق بين هل انت استثمارك ناجح على فترة قصيرة أو على فترة طويلة. تمام؟ فأنا بشوف مثلا يعني أنا عن نفسي، يعني بحكي لو بحكي عن استثماراتي أنا الخاصة، تمام؟ أنا الاستثمار المدى الطويل هو دائما الأفضل، خصوصا مجال العقارات، لأن مجال العقارات يعني ما حد مثلا فلنفترض بيستثمر يوم بتوقع إنه ثاني يوم يجي العائد. لأنه في عندك فترات زمنية يعني بتفرق من استثمار للثاني. يعني إحنا لو نيجي عندنا على المدة الزمنية ممكن يكون الاستثمار اليوم يجي عائده بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد 5 سنين أو بعد 10 سنين، ممكن تمتد لبعد 10 سنين. بس الفرصة اللي بتوفرها الإمارات، يعني خلينا نعتبر أنه بغير عن الدول الأخرى، أنه عائد الاستثمار أسرع. يعني دول تاني بدون ذكر أسماء، عائد الاستثمار بوصل معها لـ20 سنة. لنجيب إحنا بس البريك إيفن، اللي هي نقطة أني أنا مثلا استثمرت المبلغ الفلاني، تمام، وبدي إياه يرجع لي فقط لا غير. بدك تستنى 20 سنة. تستنى 20 سنة، وهذا هو الواقع. يعني مش هذا وين هون؟ لا مش الإمارات. بدي أحكي مستحيل. الإمارات المتعارف عليه بتراوح بين المينيموم 8% وبصعود، يعني حسب الطريقة اللي استثمرتي فيها، كيف استثمرتي وهكذا. أحيانا بنلاحظ ناس إنه عندهم فلوس بس مش عارفين بشو يستثمروا. وأنا عندي شقة ومش عارفة أعمل فيها إيه. الله الله الله. صباح الخير. صباح النور. عاملين إيه؟ الحمد لله. طبعا في البدايه كده قبل ما اقول لكم على الشقه بتاعتي، عايز اسال حضرتك سؤال. عايز اجر الشقه. عايز تاجريها؟ سهله، اعطيني تفصيل معلومات بنأجر لك اياها. ميزه بجد دلوقتي انه معظم الناس اللي بتشتري شقق، طبعا التقسيط بيبقى على 5 سنين أو 6 سنين. صحيح. على حسب الاتفاق مع شركه العقارات، بتلجا ان هي مثلا تدفع اول سنه سنتين لحد ما تستلم الشقه، بعدين ايجار الشقه بيصرف على القسط. صحيح. الكلام ده مفيد فعلا للناس، ولا انه الشخص يسيب الشقه ليه هو يستثمرها تبقى لنفسه؟ يعني ادينا يعني نصيحه لوحده زي لسه شاريه شقه. مفيد. يعني شوفي، دائما في يعني في نمط عام موجود، كل ما قل الريسك، تمام، كل ما قلت الفائده، كل ما زاد الريسك كل ما زاد الفائده. اذا انت عم تاخذي شيء جاهز او حيجهز خلال سنه، غير لما تاخذي شيء مش جاهز ولسه بده فتره طويله يجهز. بنفس الوقت يعني حتى انا في بعض الشركات العقاريه بتعطي اوفرات توصل لانه انت شقتك جاهزه وخذيها دايركت اون سايت وابداي تقسيط من دي 1، تمام. بس هاي بالمقابل انا اعتبر العائد الاستثمار فيها ما حيكون زي اللي هو مثلا بعده ببيع على المخطط ولا ببيع اون سكراتش بعد. مزبوط. لسه ما عمل شيء بعده، يعني الفكره موجوده بس هو بعده عم بجمع، خلينا نفترض يعني الاموال او السيول اللي هي حتساعده فيها. هذا نصف الجواب، جواب السؤال اللي كنت راح اسالك اياه. انه احيانا في ناس عندهم فلوس، عندهم مصاري. نعم. اوكي، بس مصاري على قده. طيب قدامه انه ممكن يشتري قطعه ارض لسه،
قبل ما يبني وقبل ما ايش اسمه ممكن هوا مش شقه ممكن هوا بيرسم على انه بدي انا بنايه كامله على هل ممكن انه يستفيد من قطعه الارض مستقبلا ان يرتفع سعرها او هل انه ياخذ وحدات سكنيه شقق مثلا شو اللي بتفضل هلا بالحاله هاي يعني انا بفضل انه ما يتسرعش كثير خصوصا بشغله العقارات اذا هو مبلغه محدود ليه لانه العقار عامه نفسه طويل لان احنا عندنا مثل بالمجال العقاري بيحكي العقار بمرض ما بيموت بمرض بس المرض عنده احيانا بيطول ممكن يقعد سنه سنتين ثلاثه فهل هو عنده قدره انه الانتظار على استثمار وهذا ولا لا لانه بعض الناس مثلا عنده مبلغ معين المبلغ هذا استثمر فانا متوقع عائد خلال سنه بس العائد هذا ممكن ما يجي خلال سنه صحيح. ممكن يجي خلال سنتين خلال ثلاثه وفي العقارات لو انت مثلا ما استغليت الفرصه وما استغليت الوقت المناسب انك انت تبيع فيه او تشتري فيه كمان هذا الشيء ممكن يأثر عليك ممكن تخسر فيه ما مش هي الربح مش مضمون 100% هاي نقطة كثير مهمة يمكن تخسر أو تربح طب حسان شو هي المعايير أو القواعد اللي بتضمن إنه الاستثمار العقاري اللي أنا رح أبدأ فيه رح يكون رابح أو خاسر التخطيط الاستشارة إنك تستشير حدا عارف في الموضوع فاهم فيه شغال فيه بالمجال نفسه والوضع العام للسوق يعني بداية وضع العام للسوق هو عبارة عن موجة تمام بتيجي عندك فترات بيكون هادي بتيجي عندك فوق موجة بتطلع البيك بعدين بترجع هادي ففي انت عندك الشطارة انك تيجي بالفترة الهادي تشتري مثلا يعني يكون هو الوقت وتبيع في اقصى البيك وتبيع باقصى البيك بالضبط يعني احنا بتيجي فترات بيكون العرض كتير والطلب قليل فبالتالي بصير الاوفرات العروض الاسعار بتنزل فهي احسن فترة الواحد يشتري فيها بالمقابل متى احسن فتره الواحد يبيع فيها لما يكون العرض قليل والطلب عالي شو بترتبط هاي الفترات هل مثلا مواسم سياحه او اشياء ممكن يعني الذهب ممكن الدولار هي بترتبط بعوامل كثير بس يعني انا قبل ما احددها بالامارات هي بترتبط مثلا في عندك عامل الحكومه المشاريع اللي هي بتفتحها المنطقة اللي أنت فيها مخدمة ولا مش مخدمة يعني خدمات طبعاً عامة عم بحكي أنا من طرق لإنارة المناطق المخدومة قصدي من طرق لإنارة لكهرباء لمي شغلات هاي مش متوافرة بجميع الأماكن أنت أحيانا ممكن تأخذ قطعة أرض وما عندها خدمات بس بالمقابل هذا استثمار مثلاً خطير يعتبر بس هو بالمقابل حيكون سعره متدني بس بعد فترة معينة إذا أنت كان عندك روح الصبر رح توصل الخدمات توصل الخدمات وتوصل لهاي والسعر بتضاعف 100 و200 و300% تمام فهي هاي الشغله دائما الواحد لازم يكون حاططها يعني بين عينيه والاستشاره اهم شيء صفقه رابحه صفقه رابحه اكيد بتكون ان شاء الله بس من الامور برضو اللي عارفين بشوفها الناس بتقع في حيره فيها انه يا ترى تستلم الشقه تشطيب الشركه ولا هي اللي تشطب لانه بعض الشركات ده طبعا لا يخفى عليك انه بتسلم تشطيب اللي هو اي كلام اي ايدك والحقيقه فتفضل اني يعني نصيحه لشخص عايز يشتري شقه لنفسه مثلا مش هيستثمر هلا عمل التشطيب عامه انا بشوفه يعني انا عن نفسي يعني انا بغض النظر اني بمجال العقارات كمان مجال المقاولات فانا كمان بشطب وبسلم وبعمل شغلات مش مهم كثير مش مهم بمبدا شو انه يعني شو ما كان وضع البيت اذا كان لو كواليتي فلنفترض تمام طالما انك انت مختار المكان الصحيح والسعر المناسب مبالغ بسيطه بتقدر تصينه يعني انا ممكن ما نتعدى 3 4 5% من قيمه البيت نفسه او المشروع نفسه اللي انت دخلت بس في ناس عندها قدره ان هي تعمل ده وناس ثانيه بتقول لك اريح راسي من اول مره اعمل حمام مظبوط المطبخ مظبوط يعني بنلجا الى شويه ترفيه في حته التغيير ستايل المطبخ يبقى امريكان لا يبقى مقفول اما في الحاجات الاساسيه المواسير مثلا لجوه بما انك بتشتغل في مجال المقاولات هلا عامه في الامارات في يعني نعتبر احنا شريان المبنى نفسه عامه بيكون ممتاز عامه يعني نحكي يعني انا على مدى اللي انا شفته 90% الاشياء هاي يعني ما في تلاعب فيها بصير وبتفرق بس احيانا بس الاشياء الثانيه اللي بتكون كوميرشال الاشياء اللي هي اصلا بتتغير بتتبدل مثل الابواب شبابيك الى اخره لا حتى الابواب الشبابيك كمان لا في اشتراطات يعني بلديه هي بتحددك بالامور انه في عندك 1 2 3 لازم تشتغل عليهم اقل من هيك اصلا البلديه ما بتستقبل منك يعني حتى على مستوى الحرائق الابواب بتكون دفاع مدني صح. فيها ريتنج معين اذا مش ريتنج هذا انت اصلا ما البنايه نفسها مثلا ما بتتسلم ما فيها تسكن يعني ما بتتسلم في شغله انت ذكرتها قصه المكان يكون منيح مكان المبنى طيب انتم كشركات عقاريه او خلينا نتكلم على نطاق اكبر شويه شركات قابضه يعني عندها مجموعه من المشاريع وهيك
كيف بتحددوا قيمة المبنى أو قيمة الشقة على حسب المنطقة الجغرافية؟ الحين أضرب لك مثال، مثلا بدبي هل الشقق بجميرة بتسوي شقق بمردف؟ لا طبعا. طيب كيف حددتوا القيمة؟ قيمة الأرض. قيمة الأرض، مين بحدد قيمة الأرض؟ الدولة نفسها. يا سلام. يعني الدولة نفسها، أنت المناطق هاي كمان أول شيء أدمها والتصاريح اللي بيطلع لك فيها عليها. يعني تنساش مثلا أنا لما أبني مبنى على الجميرة، حلو، أنا أصلا لما اشتريت الأرض شغلتها بكلفة عالية جدا، وبالتالي البناء نفسه بأجرها بعالي برضه. بأجرها بعالي، وزائد كمان منطقة الجميرة يعني تمتاز عن مناطق تانية، إنه مثلا منطقة الجميرة هي بتطلع على بحر. أنت حتى نفسك في مجال التطوير بعدين لما تيجي تطورها، إذا كان خدمات ولا إذا كان نفس المبنى حتبنيه، في تكلفة أعلى بتكون عليك غير لما أنت تكون في منطقة داخلية. طبعا هاي بعودنا على العوامل الهندسية، بتكون إنه المنطقة هاي فيها مي وقريبة من المي، فبصير عندك مشاكل أكثر، ومشاكل أقل بتكون المناطق البعيدة. بس أنا حكيت لك إياها من أول شيء، the more you go safe the higher price you'll pay. هذا يعني معروف، يعني أنت مثلا روحت على الجميرة عشان خلينا نعتبر سكني أحسن، منطقة أفضل، حتى لو حبيت تأجر تقدر تأجر بسهولة، حتدفع قيمة الإشي هذا اللي أنت طلبته. لو بعدت أكثر ممكن زي ما حكيت لك يكون في عندك ريسك أعلى، إنك تلاقي شوية صعوبة بالتأجير أو بإنك تسلم المبنى، فلنفترض ما يكون جاهز دايركت، بس كمان القيمة حتكون أقل. طيب. لا إن شاء الله منزوري أمجد بالجميرة شيء وهيك بلتوع بجزيرة النخلة إن شاء الله. طيب حسان، عندي سؤال. إحنا كل كلامنا كان عن استثمارات شخصية، كيف لو كان الموضوع استثمار شركات عم بتحاول يمكن تزيد من رؤوس أموالها، قدي تقريبا أدنى حصة ممكن تدخل فيها الشركة بالاستثمار لحتى تحقق أرباح كافية أو ترضيها؟ هلا هي ما في أدنى حصة، يعني ما فيك تحطي انه في بار ادنى شيء، خصوصا بعالم العقارات. احنا يعني بمجال العقارات في بعض العقارات نفسها بتسوي ميزانيه دول كعقار نفسه، فما عندنا حد ادنى ولا عندنا حد اعلى. بس هي يعني بتيجي النقطه اللي احنا حكيناها اول شيء، انه هل الشركه هاي لما دخلت في المجال هذا او حبت تستثمر في مجال العقارات، هل اشتغلت صح، ام انه هي مثلا فقط حطت اموالها مع شركه معينه وهي اللي ادارت الموضوع كله. هلا بعود الموضوع كمان لانه هي يعني تراجع مع خبراء بالمجال، توصل ل يكون عندها داتا شيت جاهز فيها كل شيء، شو الريسك شو المش ريسك، متى العائد المتوقع عندي الاكسبكتد، وفي حال مش اكسبكتد يعني في عندنا شيء اسمه ريسك مانجمنت، تمام، هي اداره مخاطر. الواحد بيكون عارف فيها انه انا مثلا الاستثمار هذا الافتراضي يكون مثلا راجع في خلال سنه او سنتين وممكن يمتد اكثر، فهل انا عندي القدره هاي اني انا انطر ولا ما انطر؟ بس عامه اغلب الشركات تستثمر. انا يعني انا اللي من يعني من اللي انا بتعامل معاهم كثير شركات وحتى من خارج الامارات تيجي تستثمر في الامارات في مجال العقارات، تمام، بس يعني بيكون عنده هدف معين، تارجت معين، بادجت معين بيشتغلوا عليه، بس كمينيموم ما شفت حدا لحديت يوم واجهني وحكى لي انه في عندي مينيموم. طب بس عايزه اناقش معاكم كمان واخد راي امجد والشباب وحضرتك بما انك مختص في الموضوع، ليه فئه الشباب بالذات ما فيش انتشار لثقافه الاستثمار العقاري؟ بس يكون معنا مبلغ صغير بنجري نفتح محل، بنعمل مشروع على قدنا، ما عندناش ثقافه انه العقار ده استثمار ممكن يجيب لي فلوس كل شهر. صحيح. هلا بالنسبه للشباب يعني هو انا عامه يعني كنصيحه، انا العقار الواحد ما يتسرع فيه، يعني انا يعني انت حكيت فكرتك بس انا ضدها نسبيا، مش معها. يعني انت ضد انتشار ثقافه الاستثمار العقاري ما بين الشباب؟ انا مع، بس يعني بضوابط وبشروط. نعم. فاهم علي؟ يعني في ضوابط معينه الواحد بيشتغل على اساسها وبشروط معينه. هلا انا مثلا الشاب عامه هل حيكون عنده القدره الماليه انه يستثمر؟ هاي رقم واحد، يسأل واحد بيعود له هو. اثنين، كيف حيستثمر؟ هل حيستثمر بنظام اقساط ولا هو حيكون معه المبلغ كاش انه يقدر يستثمر فيه؟ زائد ثالث شيء، هل هو عنده القدره ينطر يتحمل الصبر على العقار، انه انا اشتريت اليوم ما حدا ابيع لبعد سنه او لبعد سنتين، او انا عم ببني لازم اخلص البناء اول بعدين ارجع ابيع؟ طب ما احنا بنقيسها برضو على المشروع، اذا هاخد مثلا محل هحتاج اوضبه اعمل ديكور، بس المحل نسبيا يعني الفتره فيه قصيره، يعني انت مثلا المحل توضيبه ده باخذ شهر شهرين ثلاث شهور ست شهور ماكسيموم، بس العقار لا، فيش مبنى عندك بيخلص في ست شهور. صح. لو تيجي على اوكي تفضل. نعم معك. لا راح امزح صغير. منا امنت نفسها واشترت شقه، وامجد ان شاء الله بنزوري بعد سنه بالجميره. انا ونور شو بتنصحنا؟ نستثمر بارض
قطعة أرض أم بوحدة سكنية، أيهما أفضل لشخص تو مبتدي خلينا نقول مسيرته الاستثمارية؟ هلا عامة اللي بيشتري شقة ما بيعتبر مستثمر للعلم، يعني إذا واحد مشتري للعلم يعني المعلومة اللي بيشتري شقة أو بيشتري بيت لنفسه بيحكي مع الهوى إنه أنا مستثمر عم بيأمل فيني أجرها مثلا. لا لا، حتى ولو إذا أنت كان الهدف الأساسي عندك إنك تسكني في الشقة وبعدين مثلا ما وجدتي حل أو مثلا ما حبيت تسكني فيها أجرتيها، أساسا أنت مبدأك ما كان استثمار. هلا اللي لو مبدأنا استثمار المستثمر الصغير يعني ممكن يبدأ ببدايات صغيرة، أنا بشوف عنده حلين، ما يعني ما عنده ثالث منهم، يا إما إنه يأخذ قطعة أرض مش شقة، تمام؟ لأنه الشقة بعيد يعني كمان هي أي إشي ريسكه أقل، هو إنه بيجيك عائد أول على طول مجرد إنك اشتريت الشقة، فأنت على طول بيكون في يعني بتعوض دخلك، ما حيكون عندك يعني نسبة الاستثمار الناجح نعتبر. فأفضل له يشتري قطعة أرض كبداية ممتازة بتكون بالنسبة له، أو إذا مش ما اشترى قطعة أرض بيكون في عنده حلول تانية. ممكن إنه مثلاً يتوجه لبيوت قديمة، وهذا إشي يعني جداً منتشر مؤخراً، يأخذ بيت جداً قديم يهده ويرجع تاني بيهده، ممكن حتى من دون ما يهده، يعني ما في ناس ما تتوجه لتكلفة الهد، ممكن إنه يصينه يعمله صيانة، تمام، ويجدده، وقتها ممكن يفتح مشروع تجاري، ممكن يكون سكني، ممكن نفسه يأجره، ممكن يسكن فيه، عدة حلول يعني الواحد ممكن يتوجه إليها بالحالة. والله حسنا يا معلوماتك جميلة جدا وبتشجع أن الواحد يرجع يستثمر مرة واثنين وثلاثة. إحنا بنشكرك جدا على وجودك النهاردة معنا، شرفتنا ونورتنا، وإن شاء الله ما تبقاش آخر مرة. خلينا نطلع بريك يعني أشكركم على استضافتي، وإن شاء الله يعني استثماراتكم هاي تكون آمنة إن شاء الله. إذا حبيتوا أي شيء رح نستشيرك أكيد. شكرا جزيلا، نطلع بريك وبنرجع تاني.